السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نشرح مسألة جد مهمة، وهي مسألة جلب الزيارات. هناك العديد من الطرق، لكن أغلب هذه الطرق هي تأخذ الوقت وتأخذ المال والجهد. هذا الحيلة وهذه الطريقة وهذه الخدعة إن صح التعبير، يعني تساعدك على الحصول على الزيارات بسرعة، وكل ما عليك هو أن تترك البرنامج شغال 24 ساعة 24 7 أيام في الأسبوع، وسوف تحصل على الزيارات، الشيء الذي سوف يؤدي إلى تحسين ترتيبك في أليكسا. إذا كنت تود تقديم على جوجل أدسنس، تقديم مثلا على خدمة الأفيليت إلى ما غير ذلك، فأنت تحتاج ليكون عندك زيارات. هذه الخدمة وهذه الطريقة سوف تساعدك على حصول الزيارات، يعني تحسين ترتيبك في أليكسا. إذا كنت وإذا عندك رغبة في إنشاء خدمة زيارات مثلا على خمسات على فايفر، فهذه الطريقة أيضا يمكنك استخدامها. وإذا شاهدت خدمات على خمسات أو على فايفر بالخصوص، ناس تقول لك مثلا أجيب لك 100,000 زيارة 2000 زيارة مثلا في اليوم باستخدام مثلا موقع التواصل الاجتماعي، مثلا مصادر مثلا من فيسبوك تويتر، كل هذه الأمور لها يعني فقط يعني بعض الحيل. هذه الطريقة وهذه الخدعة يمكنك استخدامها في هذه المسألة. رابط تحميل البرنامج أو رابط التسجيل في الخدمة هي مجاني، سوف تجده في الوصف. اذهب إلى الوصف، انقر على الرابط، سوف يحيلك إلى موقع، قم بالتسجيل. فور التسجيل سوف تقوم بتنزيل برنامج. هذا البرنامج اسمه هيدليب فيور. أنا حاليا أشتغل على VPS أو RDP. البرنامج يشتغل 24 ساعة 24 7 في الأيام في الأسبوع. أحصل على زيارات، أجمع نقاط أو أجمع زيارات أو هيتس ما يسمى بالهيتس. كما تشاهدون معي هذه واجهة الموقع، واجهة موقع هيتليب. هذه هنا الهيتس ريسيفد، يعني الزيارات التي توصلت بها على موقعي. أنا حاليا أستخدم 100 زيارة في اليوم لكي أحافظ على ترتيب الموقع. هنا الزيارات التي كسبتها، تقريبا أكسب ما يقارب 2000 زيارة في اليوم، لأنه أستخدم فقط VPS واحد 24 ساعة 24 يشتغل. هنا المواقع التي لديك، يعني هنا يمكنك إضافة موقع Add New Website، سوف تقوم بإضافة الرابط هنا. هنا كم زيارة تود أن تحصل عليها في اليوم، مثلا 50 100 إلى ما غير ذلك، يعني يمكن تختار 600 زيارة. في البداية الحساب يكون عندك مجاني، فهذه الخيارات لا تتوقف، يعني يمكن أن تتوقف، يمكن أن تتلاعب بها. مثلا هنا هذه الخدمة وهذه الخاصية، إذا كنت تود أن يتم إعطاء زيارات على قدر ممكن، مثلا يعني تود فقط أن تتوصل ب 10,000 زيارة مثلا في أسبوع مثلا أو شهر، عندما يعطيك 10,000 زيارة سيتوقف عن العمل. دايركت يعني زيارات مباشرة. هنا الريفرال، الريفرال يعني مصدر الزيارات مثلا من فيسبوك تويتر إلى ما غير ذلك. إذا شاهدت خدمات على فايفر او خمسة، يقول لك زيارات من مواقع التواصل الاجتماعي، زيارات من منتدى الى ما غير ذلك، فهذه الامور كلها يتم القيام بها من هذه المسألة او من هذا الموقع. الباونس ريت يعني سيتم تخفيض الباونس ريت، لان المشكلة رقم واحد لهذه الخدمة هو انه الباونس ريت، يعني معدل الارتداد لهذه المسألة سيكون عندك عالي، اي بمعنى الزائر سوف يدخل الان ولن يعود للموقع. اذا فعلت هذه الخاصية فهي جيدة، يعني الزائر سوف يعود مرة مرتين ثلاث مرات. ونحن لا يهمنا هذه المسألة، لأنه نود فقط أن نحسن ترتيبنا في أليكسا إلى حين يكون عندنا سيو جيد ويكون عندنا مقالات إلى ما غير ذلك. فهذه المسألة كلها ليست مهمة في البداية، لأنه هدفنا رقم واحد هو يكون عندنا ترتيب جيد. Specific countries يعني إذا كنت تود أن تحصل على الزيارات فقط من بلدان معينة، هذه المسألة ليست مهمة كما قلت في البداية، لكن إذا كان عندك رغبة فلم لا. ايرن ترافيك كما تشاهدون معي، انا الى حدود الساعة يعني اليوم كسبت 16,000 زيارة. فقط كل ما عليك هو ان تقوم بتحميل البرنامج وجعله واتركه يشتغل 24 ساعة 24. هنا اذا كنت تود يعني ان تقوم بشراء زيارات، مثلا 10,000 زيارة ب 7 دولار، 30,000 زيارة ب 20 دولار، 20 دولار تقريبا الى ما غير ذلك. مثلا انا لدي مليون زيارة، يمكن ان ابيعها مثلا على خمسات او على فايبر ب 500 دولار تقريبا. هنا للتواصل مع الدعم الفني، ولكن هذه المسألة لا اقوم بها، لا حاجة لك بها. هذا كان كل شيء، يعني هذه الواجهة. يمكنك الترقية للبريميوم اذا اردت، يعني اذا كان عندك رغبة بالترقية للبريميوم، نقول على ابجريد ترافيك. بشكل عادي يعني بشكل الافتراضي الحساب العادي، يعني عندك زيارات بين 10 20 ثانية. الهاي تكلفك 14 دولار، الزيارة سوف تكون بين 20 و 40 ثانية. الألترا بين 40 ثانية ودقيقة.
تحصل على الريفرال، تحصل على الزيارات من جوجل، زيارات من مواقع التواصل الاجتماعي، يعطوك 10 زيارة في الشهر، ويمكنك إضافة حتى 15 موقع. في العضوية المجانية يمكنك تحصل تضيف حتى 3 مواقع، ويمكنك أن تكسب حتى مرتين، يعني إذا عندك في بي اس 2 VPS يمكنك أن تقوم بتسطيب البرنامج على حاسوبين أو 3 حواسيب إلى ما غير ذلك. هذه هي الخاصية وهذه الخدمة سوف تساعدك على الحصول على زيارات وتحسين ترتيبك في أليكسا. نعم سيكون معدل الارتفاع عالي، وهذه المسألة يعني هذا يخلق تحدي بالنسبة لي في البداية، يعني في البداية هذه الخدمة تساعدك على الحصول على الزيارات وبالتالي تحسين ترتيبك في أليكسا. نعم سيكون معدل الباونس ريت عالي، معدل الارتداد، ولكن هذه المسألة لا تهمنا لأننا سوف نحل هذا المشكل في المستقبل بضبط السيو، بضبط الأرشفة إلى ما غير ذلك، بالباك لينك إلى ما غير ذلك. لكن في البداية أنت تحتاج يكون عندك ترتيب جيد لكي يتم قبولك في أدسنس، لكي يتم قبولك في الأفليت إلى ما غير ذلك. هذا كان كل شيء. إذا عندكم استفسار اكتبوا في التعليقات أو تواصلوا معي عن طريق الانستغرام، حسابي على الانستغرام سوف تجدونه في الوصف، وأنا أتواصل مع الشباب بشكل دائم ومستمر من خلال خدمة الدي ام. دمتم في رعاية الله وحفظي، ونلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل. مع السلامة.